اكتشف علماء تحت المياه الفيروزية لبحيرة هريد لؤلؤة البلقان، والتي تقع على الحدود بين جنوب غرب جمهورية مقدونيا وشرق ألبانيا، ما قد يكون واحد من أقدم المجتمعات المستقرة في أوروبا. فخارج شبه جزيرة لين في شرق ألبانيا، يستعد غواصون وعلماء آثار لاستكشاف بقايا مدينة. يود طبعا مشاهدين علماء الآثار فهم هذه البنية، بنية المواقع، تماما، لأن هذه المواقع رئيسة لعصور ما قبل التاريخ، فيدرسون العناصر التي اكتشفوها في أعماق البحيرة. هذا في الوقت الذي يعتقدون فيه أن امتدادا من الشاطئ الألباني للبحيرة استضاف في السابق مستوطنة من منازل متينة منذ حوالي 8000 عام.